الأمانة أمانة رأينا السيد السوداني، قلت له شو البداية والساعدها، رأيناه جادا في استلام الطلبات وبيده يتابع، يعني كان معه عدد من المستشارين قاعدين والمرافقين، لم يطلب أي من أي أحد من عندهم بتسجيل شيء، هو يسجل بإيده ويتابع، رأينا منه جدية. اليوم السيد السوداني هو مجدد على الوضع، مشتغل أقل شيء من 2007 من 2008 بالحكومة وبخمس ست وزارات استلم، يعني مو جايها جديد، هو يعرف شغله ويعرف أموره، ولكن نحن نريد من عنده الجدية. لليوم إحنا لا نقول الحكومة زينة ولا راح نقول من زينة، إحنا ناقمين على هذه الحكومة، وقلت للسيد رئيس الوزراء وأمام الشاشة أقولها، قلت للسيد رئيس الوزراء أني أنا أتكلم عليك بسوء منذ أول يوم لاستلامك السلطة، وإلى اليوم قال أعرف ذلك واستقبلها برحابة صدر طبعا وأمام كل الجالسين. قلت له إحنا اليوم مو كرهن إنه إحنا بدنا نحكي على الحكومة، إحنا نريد شخص يشتغل، شخص يشوفنا لجان تحقيقية حقيقية وليس لجان تسويفية، شخص حتى إحنا للأمانة طبعا أمانة جلوسنا مع رئيس الوزراء قال أنتوا لا تنطوني فد شيء كبير لازم أرجع به مجلس الوزراء وأرجع الوزراء، أنطوني شيء أنا قادر أسوي لكم إياه حتى أقدر أشوف لكم حلول. يعني هذا كان من ضمن كلامه، أنه هو الرجل يعني كان يعاني من الزمن السابق، وتكلم لنا عن وفاة أبيه وعمره كان آنذاك 9 سنوات وما حدث لهم، ويقول هذا الشيء لا أريد أن أراه الآن على شبابنا وعلى أهلنا. طبعا التزم بموضوع عبد القدوس ووعد بالحل الفوري وإعادة راتبه، قلت لك أنا اليوم لقائنا بالسوداني لو محقق من عنده مطلب واحد من هذه المطالب التي قدمناها من حماية الصحفيين والناشطين والمدونين، من الكشف عن مصير المغيبين، من تأمين عودة أخوتنا المبعدين قصرا، من تأمين حماية التظاهرات السلمية، من تسمية قلت لجان من مكتبكم حصرا